إذن إخواني أخواتي، ونحن في أول الشهر الكريم نغتنم الفرصة، نحاول في هذا الشهر أن يحصل على التغير الجوهري. علامة التغير الجوهري ماذا؟ كل إنسان على نفسه بصيرة. الحمد لله وجوهكم توحي أنكم الحمد لله طلاب الكمالات. هذا المثلث عادة، المثلث علامة المنع، علامة التخويف. الأضلاع الثلاث للفساد ثلاثة أضلاع: الضلع الأول الغضب، الضلع الثاني الشهوة، والضلع الثالث ماذا الذين حضروا مجالسنا؟ الضلع الثالث عالم الوهم والخيال. الوسواسيون مشكلتهم التوهم، يتوضأ يقول ما توضأت وسواسي. طبعا الوسواس القهري مرض عالمي. أنا سألت أطباء في بلاد الغرب، قلت لهم ما هي طبيعة المراجعين؟ قال الوسواس. نحن في الطهارة والنجاسة، هذا في الجراثيم، يرى الكون كله جراثيم. أيضا هذا تخيل وهم، حتى الإنسان الفاسق قد يبتلى بالوهم. يسمى في علم النفس اصطلاح فوبيا، فوبيا فوبيا الظلام، فوبيا الخلوة. بعض الناس ما يسافر بالطائرة يقول أخاف تسقط بالأثناء، هذه فوبيا الكذا. من باب المزاح أحدهم من العلماء اتفاقا قال أنا لا أركب الطائرة. قلت لما؟ قال أخاف أن نسقط. أكو عاقل يركب الجو، لا إطارات لا كذا، وكل لحظة واحد يسقط، والسقوط من الطائرة يعني الموت المحقق، لا مجال إلى آخره. قلت له عالم، قلت له أغلق النافذة حتى لا ترى شيء. يقول خو أنا العلم موجود، خو النافذة مغلقة، وإلا خو أنا أعلم أني في الجو، هذا الكلام ما ينفع. المهم الشاهد الوهم هذا، هذه مشكلة. أجارنا الله وإياكم من الوسواس في العبادات. واقعا الذي يبتلى بالوسواس في العبادات هذا أمره مشكل. إحداهن كانت تشتكي من الوسواس القهري، كانت تتصل بنا كلما ننصحها لا ينفع. يوم من الأيام قالت الحمد لله ارتحنا من الوسواس. ماذا صنعتي؟ قال تركت الصلاة. انتهى الموضوع، تركت الصلاة برأسها. صلاة متعبة مكلفة، شنو الصلاة؟ طبعا الشيطان سول لا ولا أي مشكلة في الصلاة. استكانة من الماء يكفي للوضوء، نعم قدح من الماء يكفي للغسل. هذا المهم إن شاء الله لا نبتلى بذلك. الضلعان الآخران الشهوة والغضب. الملائكة موجودات ذكية، مو فقط تتعبد، ذكية جدا. جبرائيل يقول يا حبيبي يا جبرائيل، مثلا حدثني. في بعض الروايات جبرائيل يحدث النبي فيما يقول. المهم الملائكة موجودات ذكية جدا، وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. سؤال: من أين علمت الملائكة أن آدم منشأ للغضب والشهوة؟ سفك الدماء الغضب، ما يتفق في بعض الناس في بعض الأرياف والقرى إلى آخره، يقتل بسبب وبلا سبب يسفك الدماء. وماذا يفسد فيها؟ يقولون الإفساد يعني الشهوة يفسد فيها. طبعا هناك جوابان. الجواب الأول يقولون نحن آدمنا الآدم رقم 1000 رقم 100 مثلا. رب العالمين خلق أجيال بشرية وبادت، ثم خلق آدم مرة أخرى. هذه نظرية، ولكن البعض يقول يعني أي نظرية مو مستساغين، هم كانوا أنبياء ونبينا الخاتم والأئمة، هم قتلوا استشهدوا، يعني قضية يعني أنا شخصيا ما أرتاح لهذه النظرية. يقولون الملائكة نظرت إلى تركيبة آدم،
آدم نفخ الله فيه من الروح وقعوا له ساجدين، رأوا أن هذه الروح فيها قوة الغضب، فيها قوة الشهوة. ولهذا نحن بين الشهوة والغضب، يقولون السندان والمطرقة. في شهر رمضان نحن في النهار ممنوعون من الأكل، ممنوعون من الماء، ممنوعون من النساء، ممنوعون هذه المفطرات. الواقع دورة عملية لضبط الجوانح. أحدهم إلى ساعة الإفطار يكاد يغمى عليه من العطش. ساعد الله الأخوة العسكريين في السيطرات وفي فصل الصيف، هذا يرجع المنزل يكاد يغمى عليه. هذه القدرة على ضبط النفس. وأنتم تعرفون الصوم ليس فيه رياء، ليس فيه رياء. كيف؟ تقول إنسان يصلي رياء، يأتي المسجد يصلي رياء ليقال فلان مصلي، ولكن إنسان يقول أنا إنسان صائم، يقول من أين؟ لعلك تذهب المطبخ في الخفية تأكل، لا إثبات على أنك صائم. ولهذا الرواية القدسية تقول الصوم لي وأنا أجزي أو أجزى، أيهما الأصح نقلان؟ أجزي به يعني الحور، وأنا أجزى به لقاء الله.